للسياحة أنواع عديدة يهمنا منها السياحة البيئية عبر زيارة الغابات والمحميات الطبيعية، السياحة الثقافية الهادفة لزيارة الآثارات والمتاحف أو المراكز الثقافية. من أبرز الشروط الجاذبة للسياح توفر الأمن والاستقرار، الآثار والمباني التراثية، الطبيعة الجميلة، توفر المجمعات والمرافق السياحية. في لبنان هناك عدة عوائق أمام السياحة، منها عوائق مالية تتمثل بضعف الرأسمال والتسليفات السياحية، عوائق اقتصادية مثل قلة التنظيم أو انعدام التعاون بين سائر القطاعات الاقتصادية، عوائق بيئية كانتشار النفايات في القرب من الأماكن السياحية، عوائق اجتماعية قد تتمثل في ذهنية الناس وتقبلهم لفكرة التطور السياحي. أما دوركم الآن فهو في تحديد بعض أدوار للقطاع العام أو الخاص لتحسين الواقع السياحي.